ممكن ان يا ابونا تشرح لنا انواع التكريس؟ يقصد التكريس يعني في اختصار، انا سني 24 سنه ونفسي اكرز نفسي لربنا يسوع المسيح حبيبي، ونفسي اسمع ترنيمه. حلو يا ابني انك عايز تعيش للمسيح، تعيش للمسيح. هو اللي بيختار الطريق، يعني ان كان مثلا متوليه او رهبنه يوجد خصيان خصاهم الله، مولود كده، خصيان خصاهم الناس، خصيان خصوا انفسهم. فانت لما تسيب نفسك في ايد ربنا، ربنا هو اللي هيمشيك، هو اللي هيمشيك. انت موجود دلوقتي في العالم، عليك انك تعيش الحياه المستقيمه امام الله، وتعيش الوصيه، وتصلي وتصلي. الانسان اللي بيكرس نفسه ربنا تلاقي حب ربنا بيزيد يوم بعد يوم، يوم بعد يوم. تلاقي مثلا كان بيشتغل، يرجع من شغله كل وقته مع المسيح، او بيخدم او بيوعظ او بيزور او بيفتقد كل وقته. فتلاقي يوم بعد يوم محبته لربنا بتزيد، وانشغاله بربنا بيزيد. ما عادش في وقت اروح شغل ولا بتاع. طب لو سبت الشغل هاكل منين؟ انا هاكلك، انا اللي هعولك. اسيب الشغل؟ ها، سيب الشغل. فتلاقي انسان ساب نفسه لربنا. بيبقى في علامات واضحه للانسان اللي ماشي في طريق التكريس، ماشي في طريق الرهبنه. انسان بدا حبه من هنا، وحبه بيزيد يوم بعد يوم. يعني مثلا بيقال دايما، نقول التامل ده، ان الانسان اللي رايح يترهبن بدا في ايامه الاخيره ياكل لقمه ان كان مع ابوه وامه، ويروح داخل اوضته. يا ابني، امه تقول له يا ابني اقعد معانا شويه، يا ابني عايزين نشو، يا ابني يا ابني. وفي يوم ما لاقوهوش، راح فين؟ راح عند حبيبه اللي كرس له حياته. فانت يا ابني ربنا يدي لك نعمه ويبارك حياتك، ما تعيش حياه مقدسه ومباركه، الله يستلمك ويباركك.